للحديث عن الأزمة اللبنانية الخليجية على خلفية مواقف وزير الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي جورج قرداحي والانتقادات لهيمنة حزب الله على الحكومة اللبنانية، معنا من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك. الكويت والإمارات والبحرين وقطر تتضامن مع السعودية والأزمة الدبلوماسية في ازدياد، يعني إلى أي مدى ترى، يعني إذا كانت تصريحات قرداحي نفسها هي السبب فيما يجري حاليا، إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيحا رغم تراكم الأزمة الناتجة عن سلوك حزب الله وعلاقاته مع إيران وميليشياته في المنطقة وميليشياتها في المنطقة؟ مساء الخير لكم وللمستمعين جميعا. الأزمة اللبنانية مع دول الخليج هي ليست أزمة تصريح أدلى به وزير الإعلام جورج قرداحي. الأزمة هي أزمة علاقات قائمة على أن لبنان أصبح جزءا من محور إيران في المنطقة نتيجة هيمنة حزب الله على السياسة الداخلية اللبنانية وعلى علاقات لبنان الخارجية التي يديرها حزب الله بشكل مباشر وغير مباشر، وبتحالفه مع التيار الوطني الحر الذي يرأسه رئيس الجمهورية ميشيل عون وصهره السيد جبران باسيل، أصبح لبنان بالكامل تحت الوصاية الإيرانية ويخضع للوصاية الإيرانية وينفذ السياسات الإيرانية في المنطقة. والموقف من العالم العربي بشكل عام هو موقف عدائي، إذ أن وزير الخارجية السابق في حكومة الرئيس السابق حسان دياب سبق أن قال في مقابلة تلفزيونية أن العرب أنهم بدو، فلذلك هناك ثقافة عدائية للأمة العربية وللأمة الإسلامية. هذه الثقافة العدائية متأصلة وتظهر في ممارسات هؤلاء الوزراء، وكلام جورج قرداحي وزير الإعلام أيضا لا يبتعد كثيرا عن هذا التوجه، واختيار هؤلاء الوزراء لا يتم إلا عبر موافقة حزب الله والتيار الوطني الحر، مما يعني أن هناك انتقاء لوزراء معادين للأمة العربية، معادين للعلاقات مع العالم العربي، وأن حزب الله يسعى من خلال هذه العلاقات إلى عزل لبنان على العالم العربي حتى يكون كليا منخرط في السياسة الإيرانية وجزءا من السياسة الإيرانية. أستاذ حسان، يعني جورج قرداحي لا ينوي الانسحاب أو الاستقالة من الحكومة بعد تصريحاته التي تسببت بأزمة لبنانية خليجية، يعني هل هذا تصعيد منه برفضه الانسحاب أو الاستقالة من منصبه؟ اليوم كان له مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون لبناني وقال أنه لن يستقيل وأن الاستقالة غير واردة، وكذلك حزب الله أعلن صراحة أنه ضد استقالة جورج قرداحي وأنه إذا استقال سوف يسحب وزراءه من الحكومة. هذه الإشارات كلها تدل على أن هذه الحكومة التي قدمها نجيب ميقاتي على أنها حكومة مستقلين وفريق عمل، فبين أنها غير صحيح على الإطلاق. هذه الحكومة فيها كافة الوزراء التابعين لحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وسليمان الفرنجي رجل سوريا في لبنان. إذا هذه الحكومة تخضع كليا للخارج وهي تعمل في خدمة إيران ومشروعها، ونجيب ميقاتي مع الأسف الشديد دوره هو تغطية هذه الوزارة وهذه السياسة الخارجية تحت عنوان أنها حكومة مستقلة وفريق عمل وأنها سوف تسعى لمعالجة الأزمة اللبنانية. الأزمة اللبنانية لا يمكن معالجتها إلا بتحسين العلاقات الخارجية مع العالم العربي ومع المجتمع الدولي وبضبط الوضع الأمني الداخلي. الآن هذين المشهدين مفقودين، لبنان في حالة عزلة كاملة والوضع الأمني ثم أن عدم استقالة جورج قرداحي لا تقدم ولا تؤخر، أن الحكومة أساسا في حالة انقطاع عن العمل نتيجة شروط حزب الله، إما بالتغيير قاضي التحقيق العدلي طارق بليطار، وأيضا يطالب بموضوع التحقيقات في الطيونة بأن تكون بما يريد وكما يريد على طريقة التي يريدها، والآن جاءت استقالة موضوع استقالة جورج قرداحي التي يعارضها. فالحكومة في حالة تصريف أعمال وهي متعطلة ومتوقفة عن العمل حتى بدون استقالة جورج قرداحي. طيب أستاذ حسن، هناك من يقول أن ما يجري من أزمة هو يعني عقاب جماعي للبنان، ولكن من وجهة نظرك من الذي يعاقب لبنان جماعيا؟ بقى نحن تحت العقاب نتيجة سياسات حزب الله التي عزلتنا عن العالم العربي. ما جرى خلال اليومين الماضيين من الموقف العربي الموحد تجاه الواقع اللبناني هو عملية إنقاذ للبنان وذلك عقاب للبنان.
العالم كله بات يرى الآن ما هو المشهد اللبناني، من الذي يتحكم بمصير اللبنانيين وحياتهم، ومن يتحكم بطريقة عيشهم أيضا. هناك عمل حثيث من قبل حزب الله على تغيير الثقافة اللبنانية، من تغيير أسماء الشوارع، أسماء المدارس، من فرض أعياد ومناسبات جيدة لم نكن نسمع بها في السابق. إذا هناك من يفرض علينا علاقات وثقافات وعلاقات جديدة وخدمة مشروع لا نعلم عنه شيئا، أو بالأحرى هو معادي للأمة العربية وللشعب اللبناني. الموقف العربي الآن أحيا الأمل بأن يكون هناك حل على الساحة اللبنانية وإنقاذ لبنان من هذه السلطة الغار شمال التي تتحكم بمصير اللبنانيين وتسعى لتدمير لبنان والقضاء عليه. سيد حسان، يعني ما المطلوب اليوم لنزع فتيل الأزمة اللبنانية الخليجية بعد تحكم يعني حزب الله التابع لإيران بمصير لبنان؟ حزب الله هم الأساسي لحزب الله ودوره الأساسي على الساحة اللبنانية هو خدمة مشروع وليس مصلحة اللبنانيين. نصر الله باسم رأى كان يقول أنه مرتبط بولاية الفقيه وأنه جنبي في ولاية الفقيه، وأن لبنان سوف يفتح جبهته مع إسرائيل في حال تم الهجوم العسكري على إيران. إذا نحن في تحت نحن رهينة، رهينة السياسة الإيرانية ورهينة خدمة السياسة الإيرانية. وما يتمنى حزب الله تحقيقه هو إعادة الدعم العربي للبنان حتى يستطيع ممارسة دوره بالدعم العربي، أي خدمة إيران بالمال العربي، وهذا شيء مرفوض. ولذلك المقاطعة العربية الآن وضعت حزب الله وإيران في موضع صعب جدا، إيران غير قادر على دعم حزب الله وتعويم الوقت اللبناني، وفي نفس الوقت استمرار المقاطعة العربية يعني أن هناك سببا أساسيا لتغيير الواقع اللبناني وإخراج لبنان من هذا. نشكرك شكرا جزيلا على أي حال. فقدنا الاتصال للأسف بالأستاذ حسان القطب، نشكرك شكرا جزيلا، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب.